ما هي أسماء النار أو جهنم في القرآن الكريم؟ جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عدة أسماء للنار، وقد ثبت ذلك في العديد من المواضع ومن أسماء النار التي ثبتت بنصوص صحيحة وأيد العلماء تسميتها بها ما يأتي. أولاً الجحيم، حيث أن من أكثر أسماء النار تداولا اسم الجحيم، وقد سميت النار بذلك لشدة تأجج نارها وحرها. قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثانيا جهنم، من أسماء النار المشهورة والواردة في كتاب الله تعالى اسم جهنم أيضا، ويعني ذلك الاسم شدة بعد قعر النار وعمقه. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثالثا لظى، هو من الأسماء الواردة في كتاب الله تعالى ويعني التلهب الشديد، لذلك سميت النار لظى لأنها تتلهب. قال تعالى: كلا إنها لظى. السعير، فمن أسماء النار التي يكثر تداولها سعير أو السعير، وهذا الاسم مأخوذ من التوقد، فالنار توقد وتهيج، لذلك سميت سعيرا على وزن فعيل. قال تعالى: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الحطمة، من أسماء النار الواردة في كتاب الله اسم الحطمة، ولهذا الاسم مدلول خاص لم يأتي في الأسماء الأخرى للنار، حيث إنه يدل على تكسيرها وتحطيمها لكل ما يدخلها أو يلقى فيها. قال الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. سقر، يعني هذا الاسم شدة الحر. قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الهاوية، هو من الأسماء الثابتة للنار في كتاب الله، ويدل على الاسم على أن من يدخلها يهوي من الأعلى إلى الأسفل، فهو يهوي في النار التي هي الهاوية. قال الله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقد أضاف بعض العلماء أسماء أخرى إلى هذه الأسماء للنار، بينما يرى البعض أن هذه الأسماء هي لدركات النار وطبقاتها، فلكل منزلة من منازل النار اسم من الأسماء السالفة الذكر على رأي من قال بذلك، وقد قسم من قال بذلك من النار نار جهنم في منازل بناء على رأيهم، ولكن هذه التقسيمات والتسميات لا يصح والله أعلم إطلاقها على منازل النار، إنما هي أسماء مطلقة على النار وليست خاصة بمنزلة منها دون أخرى.